بسم الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف القليبية يوم الخميس 7/10/2021 الدفعة 16 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وبذلك إجمالي مدخل المدخل المديرية 54 طن. يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 الدفعة 16 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة البقالية حتى الآن 56 طنا. يوم الخميس الموافق 7/10/2021 تتسلم مديرية أوقاف المنيا الدفعة 16 زينة 3 أطنان، حتى وصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا 59 طن حتى الآن. لقد وصلت اليوم الخميس 7 أكتوبر الدفعة 14 من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحيرة وتزن 4 أطنان، وبذلك يصل الإجمالي 52 طن الذي وصل إلى محافظة البحيرة حتى اليوم. اليوم الخميس الموافق 7 من شهر أكتوبر المجيد تستقبل مديرية أوقاف السويس الدفعة 7 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن من اللحوم، ليكون إجمالي ما وصل لمديرية أوقاف السويس عدد 14 طن، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسلامة.